طبيب الأسنان الدكتور وليد ممو، خريج جامعة بغداد والجامعات الأمريكية، وحاصل على شهادة الماجستير في طب الأسنان في بريطانيا وخبرة أكثر من 40 عاماً. يستقبلكم الدكتور وليد ممو في عيادته الواقعة في ستيرلينغ هايتس. العيادة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الإلكترونية، ويقوم بنفسه بتشخيص مرضاه بالأشعة المجسمة الثلاثية. الفحص مجاني وبمواعيد مسبقة. اتصلوا بالرقم 586-264-6550.